الابتسام. أنت ما تأكل، وتذكر عزيزي المستمع أن الغذاء يلعب دورا هاما في تعزيز الصحة وفي العلاج، ويقيك من الأمراض ويقوي جهازك المناعي. لهذا اختر الغذاء المناسب لك، ولا تتردد في استشارة اختصاصي التغذية. نصيحة بلسم لتعزيز الصحة. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد لكم التحية من خلال برنامجكم بلسم على أثير نور دبي، وموضوعنا عن فيتامين ألف ومصادره الغذائية، مع ضيفتنا داخل الاستديو الدكتورة نادية الموسوي، استشارية التغذية في مدينة دبي الطبية. أخطاء طبية. طرق التواصل عبر الهاتف 600-551-4414، والرسائل النصية القصيرة على 4006. ونرحب أيضا بمتابعينا عبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو. نرحب أيضا بضيفتنا الدكتورة نادية الموسوي، استشارية التغذية في مدينة دبي الطبية. دكتورة نادية، السلام عليكم. عليكم السلام دكتور، يا هلا. حينما نتحدث عن فيتامين ألف يتبادر إلى أذهاننا جميعا ربما الجزر فقط. دكتورة، هل يعني فقط فيتامين ألف متوفر في الجزر؟ وأيضا نتكلم في البداية عن هذا الفيتامين، ومن ثم عن أيضا نقص الفيتامين، تفضلي. نعم، أول شيء خلي أقول أنه الفيتامين A هو فيتامين يذوب في الدهون، فهذا معناته أنه يقدر يتخزن في الجسم لفترة طويلة، 3 أشهر 6 أشهر، ما يقدر ينصنع في الجسم، يعني الجسم ما يقدر يصنع، فيجب أن نأخذه من الأكل. مرات يقدر يكون على الفورم مالته أو الشكل مالته الأكتف اللي يكون فعال، مرات لا يصير أكتف أو فعال بالجسم. الحين شنو معناته هذا يذوب بالدهون؟ معناته أنه أنا من أخذ الفيتامين A مالتي أفضل أنه أخذ وياه شوية دهن أو دسم أو زيت زيتون أو مثلا كوكونات أويل، زيت جوز الهند، لأنه يمتص بالجسم بشكل أحسن. فهنا عندنا أكيد كلنا نتكلم دائما من الجزر، ولكنه شوي بعد حتكلم عن المصادر وبعدين الجزر. نعم. كيف لازم ناخذه او شلون لازم نحضره عشان نستفيد من كل الفيتامينات اللي موجوده فيه؟ وطبعا نعم، قله الفيتامين A خلينا نتكلم انه يقدر يسوي عمى الليلي، جفاف في البشره، تاخر في النمو عند الطفل. نعم. مشاكل خصوبه، خطر باصابه السرطانات خصوصا البروستات والكولون. طبعا جدا مهم ومرتبط مع بطء الانسجه او الانسجه اللي تكون في الجسم او رطوبة الجسم، اللي هو طبعا رح يأثر على رطوبة البشرة، أيضا على تساقط الشعر، لأنه يقدر يسوي التجفف في الشعر، لأنه يدخل في عملية نوع من الزيت اللي جدا مهم لرطوبة الأنسجة اللي تكون في الشعر وللجلد. نعم، والأغشية المخاطية يعني بشكل عام مثل الشفاه، وطبعا كثير من الأشخاص حتى بيتعرضوا لتقرحات في الفم. نعم. وغيرها تكون بسبب نقص هذا الفيتامين. نعم. نعم، مرات دكتور بسام نشوف خطوط على أظافر بشكل. نعم. تجي طولي. نعم. هذا الشيء يقدر يجي من الجفاف اللي يصير من قلة الفيتامين A. نعم، ويعني نتمنى دائما الاهتمام بالتغذية بشكل عام من أجل الاستفادة من العناصر الغذائية المختلفة التي يحتاجها الجسم كاملا، طبعا أعضاء الجسم وأيضا أنسجة الجسم المختلفة. كثير من الأشخاص يعانون من مشاكل تتعلق بالبشرة وبالشعر وغير ذلك، وحتى في الأغشية المخاطية سواء في الشفتين أو حتى في غير ذلك، ويعالجون هذه المسائل بطرق أخرى، لكن ليس بتعويض الجسم بالفيتامين اللي هو بحاجة له، ليكون هناك مشاكل في هذا الفيتامين أو نقص فيتامين ألف. نذكركم بطرق التواصل على الهاتف 600-551-4414، والرسائل النصية القصيرة على 4006. ونرحب أيضا بمتابعينا عبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو، وضيفتنا الدكتورة نادية الموسوي، استشارية التغذية في مدينة دبي الطبية. موضوعنا عن فيتامين
ألف. طيب بالنسبة لمصادر هذا الفيتامين، هل الجزر مثل ما يعني بدأت حديثي أنا دكتورة، هل فقط نعم. الجزر؟ نعم، خلينا نقول أول شيء إنه هذا الفيتامين يعني المصادر مالته موجودة مثل برو فيتامين اللي يسموه، أكثر شيء في الفواكه والخضروات رح نتكلم عنها يعني نعم. من مصادر نباتية، ولكنه البرفورمد فيتامين A يقدر موجود في اللحوم، الأسماك، منتجات الألبان، فهنا عندنا مصادر حيوانية. شيء اللي جدا مهم طبعا دكتور بسام، أعتقد دائما الناس يفكرون أنه خصوصا من يسوون دايت مثلا نعم. أو الناس اللي عندهم سكري دائما مثلا ما يأكلون المصادر اللي تجي يعني فيها فيتامين A مثل الجزر أكيد، وطبعا الجزر موجود بكل ألوانه اللي هو طبعا أكيد البرتقالي، ولكنه موجود البنفسجي، موجود جزر الأخضر، الأبيض وغيره، ولكنه الفيتامين A أيضا موجود في الفندال، في القرع، في الكوسة الشتوية، نعم. الطماطم، البروكولي، خضروات الورقية قليل بس في موجود بالخضروات الورقية، موجود أيضا بالمشمش، بالبطيخ الأصفر. وطبعا خلي أقول بالنسبة للجزر، يعجبني هنا أنا أتكلم شوية عن الجزر. نعم. أنا كنت خبرتك يعني لو نعم. قاطعتك أنه أنا مثلا بتناول الجزر بشكل يومي، طبعا بضيف له يعني كشرائح والقليل من الليمون، فذكرتي شوية نصيحة أخرى. أي نعم، نزيد له شوية زيت زيتون عشان الفيتامين A يمتص. نعم. ولكنه دكتور بسام عشان تقدر تأخذ الفوائد الكاملة مال الجزر، يعني هنا أنا أتكلم أنه نأخذ 25% أكثر من الفيتامين A من الفالكارينول اللي هو نوع من مواد ضد الأكسدة عشان نسوي وقاية من السرطانات، لازم الجزر نعطيه شوية حرارة. نعم. فأفضل أنت لو شوية يعني تعرف تشيل هذني الخطوط الأسود نعم. اللي موجودة على الجزر بدون أن تقشره، هذا الشيء نعم. جدا مهم، تعطيه شوية حرارة، يعني تطبخه مثلا بالماء، إحنا نقول تعطيه نعم. فورة مثلا نعم. أوكي شيء 5 دقائق أو 10 دقائق، الحرارة تسوي بالنسبة للجزر الفيتامين A والمواد ضد الأكسدة أفضل تكون يعني تكون متواجدة أكثر، يكون بالجزر الشخص يقدر يعني يأخذ كل الاستفادة مال الجزر مع الحرارة مالته، فالطبخ نعم. مالته جدا مهم. هو طبعا ويا الشمندر نعم. أو البيتروت، هذول الاثنين دائما نغسلهم، نشيل شوية السواد مالتهم مع القشر مالتهم، نفورهم فورة واحدة نطي 10 دقائق أو 5 دقائق، وبعدين نتناولهم دائما يكون أفضل. إذا نقطعهم مثل ما حضرتك تسوي أقل نستخدم من الفوائد مالتهم. الجزر أو لازم يكون مطبوخ أو لازم ناخذ المي مالته، يعني أنه نحطه بالخلاط مثلا كعصير أو شوية نطبخه عشان ناخذ فوائد مالته 100%. ليش؟ لأنه في سلولوز في الجزر، في جدران مال الجزر، وهذا الشيء لأنه جدا جدا قوي ما يخلي أنه الجسم يمتص كل الفيتامينات اللي موجودة في الجزر. نعم، إذن علينا دائما أن نستفيد، وأيضا يعني أن نستفيد من المواد الغذائية التي نتناولها بالشكل الأمثل نعم. حتى طبعا نزود الجسم بالعناصر الغذائية التي يحتاجها جميعا، وحتى ما يتعرض الشخص لأي نقص في أي عنصر من العناصر الغذائية سواء كان فيتامين ألف أو غيره. ونذكر دائما بأن الفواكه وأيضا الخضار والفواكه الملونة اللي هي تقريبا اللون المشمش أو البرتقالي والأصفر نعم. هي مفيدة جدا بشكل عام، نتكلم نحن نعم. طبعا أكيد. غنية بمضادات الأكسدة يعني. نعم. طيب منتابع حديثنا عن فيتامين ألف، وأيضا عن تكلمنا عن مصادر هذا الفيتامين، ولكن هل هناك سمية؟ هناك من يتناول هذا الفيتامين من المكملات الغذائية، هل هناك سمية؟ هل هناك تأثيرات لزيادة فيتامين ألف؟ مع ضيفتنا داخل الاستديو الدكتورة نادية المستوي استشارية التغذية في مدينة دبي الطبية. دكتورة نادية السلام عليكم. عليكم السلام، يا هلا. نعم. تكلمنا عن فيتامين ألف وأيضا مصادر الغذائية، وذكرتي طبعا الجزر والمشمش وغير ذلك من الخضار والفواكه الغنية وأيضا المصادر الحيوانية لهذا الفيتامين، ولكن هناك من يعني يتناول هذا الفيتامين من كمكملات غذائية كمستحضرات صيدلانية، هل هناك تأثيرات لزيادة فيتامين ألف في الجسم؟ نعم طبعا دكتور، أنا يعجبني هنا بس أنه ننتبه على شغلة، أكو بعض أنه من إحنا نأخذ مكملات غذائية مثلا ملتي فيتامين لازم نقرأ عليه كم في فيتامين مثلا أي، الشخص يشوفه أنه مثلا يأخذ ملتي فيتامين في فيتامين أي أو في حتى فيتامين دي أو إي
أوكي. ونفس الوقت يأخذ مثلا فيتامين للشعر وللأظافر وهذا بعد في فيتامين A. نعم. ويأخذ مثلا غير فيتامين للجلد أو للنشاط هذا بعد في فيتامين A. فهذني إحنا من نجمعهم يصير هواية فيتامين أو كثير فيتامين A عن الزيادة باليوم. وطبعا الفيتامينات اللي تكون تذوب بالدهون دائما تكون خطر لما إحنا يعني نأخذهم بشكل كبير، فلازم ننتبه على هاي النقطة. وإذا ما نعرف نسأل الصيدلاني مالتنا أو استشاري التغذية أو الدكتور مالتنا. هنا عندنا زيادة الفيتامين A، طبعا ما يقدر يجي من الأكل الزيادة مالته، ولكنه يقدر يجي من المكملات. الشخص يقدر يصير عنده اصفرار بالجلد، غثيان، دوران بالرأس، يعني دوخة، مشاكل اللي تقدر تصيب اللثة، مشاكل في الكبد، ألم وترقق العظام. الأطفال الأقل من 3 سنوات لازم يأخذون أكثر من 600 ميكروغرام باليوم. 4 إلى 8 سنوات 900 ميكروغرام في اليوم. 9 إلى 13 1700. 14 إلى 18 2800. 19 وأكثر 3000 ميكروغرام. الحامل التناول الجرعة اليومية مالتها دون زيادتها، لأن ندري إنه بالعادة الحامل الدكتور مالتها يجوز يعطيها مكملات غذائية، ما لازم تأخذ أكثر من هذا، يعني من المكملات الغذائية من الأكل ماكو أي مشكلة، لأنه دائما ما نأكل أكثر من ما لازم. الشخص يجوز يأخذ كوب كوبين باليوم، ماكسيمم 3 أكواب، مو إلا جزر يعني، من غير أشياء أيضا. فهنا أكيد لما نأخذ مكملات نشوف إنه شنو فيها، أو يعني نسأل أحد اللي مختص بهذا المجال. نعم. طيب لما كنا عم نتكلم على الجزر، خطر طبعا بموضوع الجزر الصغير، البيبي كاروت. نعم. أيوة. بيبي جزر. نعم. الفرق ما بينهم، البيبي جزر أقل في فيتامينات ترى، وخصوصا الفيتامين سي وبقية الفيتامينات مواد الأكسدة من جزر العادي. الحين احنا دائما نتكلم يعني الفيتامين اي دائما نحط الجزر نقول انه يعني الجزر موجود، ولكنه بقية الأشياء مثل ما قلت، خصوصا الحين فصل الشتاء عندنا الفندال اللي هو البطاطا الحلوة، عندنا القرع، عندنا كوسة الشتوية، عندنا البروكلي، فنشوف انه كلها الأشياء اللي الحين موجودة جدا غنية بالفيتامين اي، ولكنه هذني الأشياء اللي ذكرتهم غنية في الفيتامين سي ايضا، غنية في المواد ضد الأكسدة، زينة او وقاية من أمراض القلبية، وقاية من نزلات البرد أيضا. نعم. فهذني كل أشياء موسمية، وطبعا مو إلا يعني نأخذ الجزر، نقدر نأخذ يعني غير أشياء اللي قلتها مثل البطاطا الحلوة أو غيرها. طبعا الأطفال يجوز يحبون البيبي جزر، أكيد في أقل فيتامينات من الجزر العادي. إذا الطفل ما يتقبل الجزر العادي مثل ما قلت يكون مطبوخ يكون أفضل الجزر العادي، فأكيد إنه نعطي البيبي جزر يكون أفضل من ما نعطي أي شيء. نعم. طيب أيضا أيهما أفضل، الجزر كامل أم عصير الجزر؟ أين الجزر كامل إذا طبخناه أعطيناه حرارة شوي. نعم. يكون أفضل. إذا لا العصير مالته بعد أوكي، بس أنا من أقول العصير مالته يعني نحطه ويا الألياف مالته. نعم. يعني نحطه بالخلاط، ما نأخذ. نعم. الألياف مالته منه، يعني يكون يصير مثل السموثي بالأخير، يصير ثقيل كعصير. نعم. أو الممزج مالته يعني يكون. نعم. مو خفيف ولكنه يعني شوية أثقل من العصير نفسه اللي يكون يعني عصير الجزر. نعم. رسالة عبر الإنستغرام، أيضا نذكر بطرق التواصل على الهاتف 600-551-414 والرسائل النصية القصيرة على 4006، وعبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو. معنا الأخ أبو حمد. ألو، السلام عليكم. السلام دكتور بسام. يا مرحبا وأنت بخير، تفضل. علينا وعلى المسلمين الجميع يا رب، تفضل دكتور. يعني أتمنى من الدكتور يعني اليوم أول حاجة يعني بعض الأمور، يعني العسل والبطيخ، السمك واللبن، انه ممكن ان تكون يعني سميه فيها. نعم. الامور اللي مثل هذه يعني هل فعلا موجوده، يعني هل هي علميه؟ وبعدين يعني اذا كانت هناك يعني الدكتوره عندها بعض الاشاعات اللي مش صحيحه تصلحها في فكر نعم الحلقه او من خلال هذه الحلقه. نعم. اليوم يعني من المحاذير اللي عندنا احنا في الامارات انك العسل والبطيخ، البطيخ الاصفر يعني. نعم. وعندك البيض والسمك، او البيض واللبن. اي نعم. نعم. والسمك واللبن. نعم.
هذه بعض الاشياء اللي مثلا اقتراح جميل. نعم دكتور اشياء ثانيه. نعم وبعدين بالنسبه كمان يعني ذكر بعض الخضروات او يعني تتكلم يعني مثلا اليقطين. نعم يعني الاشياء اللي ممكن يعني انها تكون حاجة سواء كان الكبار في السن أو نعم. الصغار أو الشباب يعني اليقطين نعم. ما شاء الله يعني ما أعرف يعني بس نعم اقتراح جميل جدا يعني أكيد دكتورة بترحب فيه أخي أبو حمد يعني نعم فشكرا شكرا نعم. يعني حتى إن يعني الدكتور استفيد لأن بعض نعم. يعني بعض الأمور يعني في أشياء مغلوطات يعني نعم فهل هذا فعلا موجود إن لا تستخدم هذا مع هذا وأنا مرة سألته مع الأسف ما سمعت الجواب اللي هو تفضل انا الزنجبيل والكركم يا ليت ترد علينا عفوا القرفه والزنجبيل هل هناك سميه باستخدامه؟ نعم شكرا لاتصال نعم هلا بنسمع الجواب نعم طبعا شكرا لاتصالك وايضا لهذا الاقتراح ودائما نرحب باي اقتراح باي ايضا مداخله ليس بالضروره ان يكون هناك سؤال وانما حتى ايضا اي تجربه لدى اي شخص نرحب بهذه التجارب وبمثل هذه المداخلات. طيب باعتبار الوقت يعني متبقي قليل ما رايك يوم الاحد نتكلم عن مثل هذه الامور اللي ذكرها سواء السمك مع اللبن او العسل مع البطيخ الاصفر. هناك ايضا رساله للاخت امل تسال هل اعطاء الاطفال ملعقه عسل على الريق وبعدها عصير برتقال مفيده للاطفال ام يؤذي المعده ايضا؟ اي نعم الطفل اذا يكون اقل من سنه ما لازم نعطي عسل. نعم أكثر من سنة نطيل لأنه ما عنده كل الأنزيمات عشان يهضم للعسل فننتبه على هاي النقطة. العسل وعصير البرتقال ما في أي مشكلة بس من بعد سنة. طيب الزنجبيل والقرفة بالنسبة للأخ أبو حمد. نعم ما في أي مشكلة طبعا أنا حسب برنامج وأنا مسوية يعني أعتقد هو بيجوز ما سمعني هالمرة اللي سويت البرنامج على الزنجبيل والقرفة ماكو أي مشكلة ناخذهم مع بعض ولكنه نعم في كثير إشاعات كيكون لبن وسمك وإن شاء الله يوم الأحد أوضح من وين جاية هذني الإشاعات. نعم الأحد طبعا يوم الأحد القادم الساعة 1:30 لقاء يكون دائما مع الدكتورة نادية الموسوي ونتكلم بالتفصيل لأن الوقت تقريبا يعني شارف على الانتهاء. عندي استفسار يتعلق في فيتامين ألف أيضا هل له علاقة بالوزن مثل ما طبعا فيتامين دال على سبيل المثال؟ نعم في بحث بجدي طلع بالنسبة ب 2017 بالنسبة لعصير الجزر والوزن الفيتامين أي نفسه كفيتامين أي ما يأثر على الوزن ولكنه عصير الجزر يأثر لأنه الجزر في الفيتامين سي في الفيتامين كي وفي الألياف فعلى مد هذا يأثر. نحن نعرف بعض الفيتامينات مثل الدي قلتها أو قلة فيتامين سي يقدر يأثر على الحرق مال الجسم يبطئ حرقان الجسم القلة مالته فشايفين الناس اللي يكون عندهم البدانة أقل عندهم من هذين الفيتامينات بس مش شايفين الناس اللي عندهم فيتامين اي مرتبط هذا الشيء ويا البدانة ولكنه عصير الجزر لأنه فيه الفيتامين سي وفيه الألياف أو الجزر اللي يكون مطبوخ لأنه فيه الفيتامين سي وفيه الألياف نعم يقدر يكون مرتبط مع تخفيض الوزن. نعم إذن يوم الأحد إن شاء الله مفاهيم خاطئة تصحح حقائق ستكون ضيفتنا الدكتورة نادية الموسوي وسنتحدث بالتفصيل على مثل هذه المفاهيم الخاطئة وأيضا عن الحقائق. وما لدي دائما أي استفسار يمكن التواصل عبر الهاتف 600551414 والرسائل النصية القصيرة على 4006 وعبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو خارج أوقات البرنامج على الواتس أب على 052-62-99-997 052-62-99-997 خارج أوقات البرنامج فيما يتعلق بأي استفسار أو أي تجربة تتعلق بحياتكم الصحية. إذن الوقت انتهى ونقول كل الشكر للدكتورة نادية الموسوي استشارية التغذية في مدينة دبي الطبية. دكتورة نادية شكرا جزيلا لهذه المعلومات. عفوا دكتور حياك.